برحب بحضراتكم من جديد وناخد مع بعض الخبر الأول. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. كما اجتمع السيد الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. نطلع نشوف التقرير ده وبعد التقرير خليكم معنا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والأردن، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري اتساقا مع مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين. كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الصدد، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة العمل في هذا الإطار على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استنادا إلى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مضطرد خلال السنوات الماضية في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز 3 ملايين فدان جديد ستتم إضافتهم قريبا للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر. كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع، التي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز 5 الأولى في العديد من المحاصيل، ومن بينها الأرز والذرة والقمح، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه، وكذا تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع أيضا معدلات نمو الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى الخارج التي تحقق طفرة كبيرة، إذ تجاوزت 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2022، حيث وجه سيادته في هذا الصدد بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على تعزيز سمعة المنتج المصري عالميا من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية في هذا الشأن. كما أكد السيد الرئيس أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال تأتي في إطار جهود تنموية شاملة تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وبنية تحتية وطرق ومرافق ونقل وتجارة لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، بما يمضي بمصر قدما على طريق تعزيز الأمن الغذائي، لا سيما في ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة، بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام، خاصة توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.
أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. وزارة الداخلية أعلنت أن مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان استقبل وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان للاطلاع على مرافق وتجهيزات المركز وبرامج الإصلاح المتبعة للإصلاح وتأهيل النزلاء. الوفد أشاد بمنظومة السياسة العقابية الحديثة اللي بتتبعها الوزارة في الرعاية الاجتماعية والتأهيل للنزلاء. هنروح نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. رؤية إصلاحية وتأهيلية تتبناها وتطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كانت موضع اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي قام بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان في إطار زياراته المتواصلة لهذه المراكز للاطلاع على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية ومنظومة الرعاية المتكاملة داخلها وفي مقدماتها الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنازلات من خلال المركز الطبي بتجهيزاته المتطورة والتي أثنى عليها أعضاء الوفد. لما نشوف النهاردة غرف عمليات بنظام الكبسولة المدمجة، لما نشوف مراكز أشعة وتحاليل وكافة الأجهزة الحديثة التي لا تتواجد في مستشفيات كبرى لها اسمها موجودة داخل مركز إصلاح وتأهيل، يبقى نضمن أن النزيل داخل هذا المكان يلقى الرعاية الصحية المكفولة له. أتصور أنه إحنا قدام حتى يعني أجهزة من أحدث الأجهزة اللي موجودة في المستشفيات الموجودة في مصر، ده بيدي انطباع لأي مدى وزارة الداخلية مهتمة بتقديم الرعاية الصحية بحسب المعايير الدولية المطلوبة في مراكز الإصلاح والتأهيل. كما يتم تقديم رعاية صحية واجتماعية لائقة للأمهات النازلات ومنحهم أوقاتا كافية لقضائها مع أطفالهن وفقا لمعايير حقوق الإنسان. سياسات الحماية المجتمعية المتبعة هو كيف يمكن صون هذه الأسرة وحمايتها وخاصة في جانب الأطفال منها، واللي احنا بنشوفه في الوقت الحالي في أحد مراكز رعاية الأطفال داخل مركز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان. جولة الوفد داخل مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان كشفت عن مدى التطور الكبير في برامج الإصلاح والتأهيل التي تطبقها وزارة الداخلية والتي يأتي في مقدمتها الحرص على تعليم النزلاء حرفة سواء يدوية أو صناعية حتى يتمكنوا من إتقانها، وهو ما انعكس على جودة المنتجات نتاج عمل النزلاء والنزيلات. النهاردة احنا شفنا منتجات غاية في الروعة، فيها إبداع، فيها مراعاة من جانب المؤسسة للمنتجين، في تسهيل لعملية البيع وعملية الإبداع، وأنا أتصور إن ده بيؤهل النزيل نفسه لمواجهة الحياة بعد الخروج. دار التأهيل عقاب وفي جانب زجري وردعي وأشياء من هذا القبيل، لكن الفلسفة الجديدة هي الإصلاح والتأهيل وإعداد النزلاء للدمج في المجتمع. في مستوى كبير قوي من الخدمات بجودة عالية بيتقدم للنزلاء. كما حرص الوفد على زيارة عنابر النزيلات للاطلاع على الظروف المعيشية داخلها ومدى الخصوصية التي تتمتع بها النزيلات داخل هذه العنابر. دي أول مرة نخش عنابر السيدات، وأنا حقيقي مبسوطة جداً باللي أنا شايفاه، لأن كان في بعض الإشاعات اللي أنا كنت حابة بنفسي كعضو مجلس أجي أطمن منها، وحقيقي اللي احنا شفناه دلوقتي يعني أنا فخورة من النظافة، من مستوى السيرفيسز اللي موجوده. انتوا لما بيكون عندكم اي احتياج، حد تعبان عنده مشكله صحيه، بتعملوا ايه؟ بننادي على الكابتن او الحارسه. الحارسه بتيجي هي تفتح وتطلع المريض. تطلع المريضه بقى المستشفى بالليل. هل في كاميرات حسيتوا ان في كاميرات بتصوركم؟ لا. مفيش في الاوضه. طب فين الكاميرات؟ بره في الطرقه. بره في الطرقه. لكن في هنا في المكان جوه مفيش كاميرات. في العنبر ده وفي بقيه العنابر بتوع زمايلي كلها نفس دول.
كنا سامعين بفكرة الكاميرات اللي في الزنزانات خاصة للنساء، احنا اتأكدنا انه مفيش، ودخلنا وشفنا وفرجنا وشفنا كذا زنزانة تاني. حضرنا المجلس القومي لحقوق الإنسان وزرنا العنابر وتأكدنا ان غرف النازلات ما فيهاش اي كاميرات، وان فعلا الكاميرات اللي موجودة موجودة في الممرات، هي موجودة في مواقع تضمن تأمين وسلامة النازلات. ويحرص قطاع الحماية المجتمعية على إصقال المهارات الفنية للنزلاء من خلال خبراء ومختصين في هذا المجال، وهو ما ساهم في وصولهم إلى الشكل الاحترافي. شفت النهارده في الحقيقه يعني بالفرقه الموسيقيه الموجوده، بالعازفين، بالمغنين، حتى بالكورس، وهذا الاندماج الكبير والاحساس النفسي المرهف، من المؤكد انه ده هينعكس على سلوكهم في فتره اقامتهم هنا وكمان لما يخرجوا للمجتمع. تتمتع مراكز الاصلاح والتاهيل بكافه المزايا الاجتماعيه والانسانيه والصحيه والتاهيليه التي يمكن من خلالها بناء انسان جديد مؤهل حرفياً واجتماعياً وصحياً وعلمياً للاندماج في المجتمع، في ظل تطبيق أفضل المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل هذه المراكز. مرحبا بحضراتكم من جديد، وناخذ مع بعض الخبر الأول. صدرت التوصيات النهائية للجان المحور الاقتصادي، وذلك بعد توافق مجلس الأمناء ولجنته على التوصيات، حيث توافق الحوار الوطني ولجانه على عدد من التوصيات في قضية الصناعة. عشان نعرف تفاصيل أكتر معنا الهاتف المهندس بهاء متري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا أستاذ مايكل. صباح الخير أستاذ نرمين. أهلا بحضرتك يا فندم. دايما حضرتك منورنا في صباح مين. يا رب يخليك ومنور بيكم. يا رب يخليك. أنا بتكلم عن أهمية الحوار الوطني، وبتكلم عن كوكبة كبيرة كده في الحوار الوطني، وبتكلم عن الجمهورية الجديدة، واشتراك تقريبا حوالي 115 حزب وحوالي 2300 شخص من تشكيلة فريدة وجميلة، من كوكبة من جمهورية مصر العربية، من النقابات العامة والإعلام والصحفيين والمؤسسات الأهلية. أهمية الحوار الوطني يا فندم. خليني أقول لحضرتك الأول إن الحوار الوطني ده حدث يعني نادر وهام جدا في تاريخ مصر. أنا أزعم إن يعني في خلال 100-150 سنة اللي فاتوا ما كانش في حوار وطني ما بين كل أخطاب الشارع السياسي بهذا الشكل وبهذا الزخم وبهذا الأداء. خليني برضو أقول إن هذا الزخم وهذا الأداء رفع سقف التوقعات من الحوار الوطني عند الناس المهتمة والمتابعة إلى حدود عالية، خلتنا إحنا كناس بنشتغل في الحوار عندنا مسؤولية أكبر تجاه هذا الحوار. كلنا عارفين إن الحوار بدأ بمبادرة من السيد الرئيس في رمضان 2022، استغرق الموضوع فترة طويلة من التجهيزات والإعدادات، لأن كان لابد من إعداد مناخ سياسي وبيئة ديمقراطية تكون صالحة لأن احنا نعمل حوار وطني ما بين كل الناس، والناس كمان والشعب والهيئات والمشتركين والأحزاب يكونوا مقتنعين أن احنا فعلا بنتحاور، مش بنديهم صورة غير حقيقية. وفعلا المحادثات والمفاوضات من أجل البدء أثمرت عن الإفراج عن عدد كبير من سجناء الرأي، صحيح أقل من المأمول، لكن إحنا ما زالت العملية مستمرة وما زال الإجراءات ماشية وبنأمل في زيادتها.
كان اهم حاجه حصلت في الحوار اللي انا بشوف انها كانت نقله مهمه في الحياه السياسيه في مصر، وادعو واتمنى انها تستمر، ان جميع الاطراف السياسيه بصرف النظر عن اتجاهاتها وتوجهاتها كانوا على ترابيزه واحده متساوي الرؤوس، الناس كلها بتاخد زمن واحد محدد، ما فيش تفرقه، ما فيش تمييز. دي كانت كلها امور جيده جدا، وانبرت للبعض ان هي يعني بالعاميه كده بتزنق عليهم شويه في الكلام، لكنها الحقيقه برضو ادت وجهه ان ما فيش تمييز، احنا كلنا بناخد 4 دقائق وكلنا بناخد فتره للتعبير عن ارائنا. العدد الكبير اللي شارك ده كان نتيجه ان زي ما قلنا الاول حدث غير مسبوق. صحيح. كل الناس عايزه تشارك، كل الناس عايزه تضع وجهه نظرها، كل الناس عايزه على الاقل ان هي تحضر وتشارك في المحادثات وتثبت وجود الهيئه او الحزب او الجامعه التي تمثلها، وان هي شاركت ولو تاريخيا في الحوار. ده كان كله عمل يعني اداء ايجابي للحوار، حتى وان كان البعض شافه غير كده، هو انا شايف ان هو كان ايجابي نظرا لان الحدث غير مسبوق. صحيح. يعني لو احنا كل سنه عندنا حوار يبقى مفيش معنى ان 150 حزب يشتركوا، 150 حزب غير الهيئات والجامعات والى اخر، بنتكلم يمكن في 300 400 جهه تكلمت. لكن احنا في حدث غير مسبوق يا جماعه، الكل عاوز يثبت وجوده. انتقلنا بعد كده، وده اللي احنا بصدد اعداده دلوقتي وقريبا جدا هتنعقد، اللجان بقى المتخصصه عدد اقل بكتير جدا من اللي شاركوا في الاول، هتناقش الموضوع بشيء متخصص ومحترف وفني اكتر، لان اللجنه اللي انا اشرف ان انا المقرر بتاعها لجنه الصناعه هي يعني لجنه فنيه اكتر منها سياسيه. طبعا السياسه بتضع ظلالها على كل مناحي الاقتصاد. صحيح. باشمهندس عايزة أسأل حضرتك يعني بدون مقاطعة طبعا، وبما أن حضرتك بتتكلم عن اللجان المتخصصة، لجان المحور الاقتصادي توافقت هي ومجلس الأمناء على عدد من القضايا في المحور الاقتصادي، عايزين حضرتك تقول لنا أهم القضايا اللي تم التوافق عليها يا فندم. أنا كنت جاي للنقطة ديت. ما تم إصداره زي ما هو مكتوب في العنوان في الصفحة الأولى في التوصيات انها مرحله اولى. هذه كانت مرحله اولى ونتاج العدد الكبير اللي شارك في ابداء رايه وفي تسجيل حضوره، وكان شبه تلخيص او تحديد للقضايا اللي طرحها هذا العدد الكبير من الناس. لكنها ما زالت ليست هي التوصيات النهائيه. لأن الجلسات النوعية المتخصصة الضيقة جدا دي هي التي بالفعل ستصيغ التوصيات النهائية التي سترفع، والتي نأمل أن الحكومة تأخذها بما أخذ الجد وتتحول بقى إلى خطط عمل وتسير في هذا الاتجاه. لكن كان لابد بعد انتهاء المرحلة الأولى أن يظهر ما توصيات أولية أو مرحلة أولى تشرح للناس ماذا حدث خلال الفترة اللي فاتت دي كلها. خليني يا باشمهندس أسألك، وإحنا طبعا وبنتكلم عن الجمهورية الجديدة وبتكلم عن بيئة خصبة للحوار الوطني في تركيبة غريبة وفريدة زي ما حضرتك قلت، أهمية الحوار الوطني في كل المحاور، يعني مش بس من ناحية السياسة، وكمان أيضا نتكلم من ناحية الاقتصاد. هو الحقيقة دي خطوة مهمة جدا، وزي ما انا قلت انا اتمنى وانا فعلا بتصور هذا، يعني ليس هذا هو يعني نهايه المطاف. انا بعتبر ان ديت مرحله اولى او يعني فيز 1، واتوقع ان هيكون في فيز 2 وفيز 3 من الحوار على مدار الحياه السياسيه، علشان ويكون اكثر تطورا، يكون اكثر تحديدا، يكون اكثر احترافية في الحديث، لأن دي خطوة مهمة جدا 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 كنا محتاجينها. السياسة موجودة في كل حاجة شئنا أم أبينا، على فكرة حبينا دوت أو كرهناه.
السياسه موجوده في رغيف العيش وموجوده في المصنع وموجوده في المحل، اذا كان المحل دوت بيبيع تليفونات موبايل احدث حاجه او اذا كان بيبيع فول وطعميه. السياسه موجوده في حياتنا شئنا ام ابينا. كانت خطوه جيده. هي المأمول وهو ده اقصى امانينا؟ لا، بس خطوه على الطريق، الطريق لسه طويل. بنشكر حضرتك جدا الباشمهندس بهاء ديمتري مقرر لجنه الصناعه بالحوار الوطني. مشاهدينا هنخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. أنا اللي عمري ما يوم ضعفت عزمتي صخر، وكتبت اسمي بكل فخر في كل صفحة من كتابك. احنا بنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. ضحيت زمان وهضحي تاني ومستعد، وتشد ريح الدنيا شاب صالب في طولي ما انحنتش، يفديك دمي وانت عارفة دمي حر، والعرض لسه مستمر لسه الحكاية ما انتهتش. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. مصر الكبيرة في كل ود وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها أصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. إحنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. إحنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. الخبر الجاي معانا خاص بموسم زراعة القمح الجديد. احنا نقيب الفلاحين كشف عن بشرة سارة بشأن موسم القمح الجديد، توقع زراعة نحو 4 مليون فدان من الأقماح في الموسم المقبل. لتفاصيل أكتر هيكون معانا الحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين. صباح الخير يا حاج، منورنا. صباح الفل عليك يا استاذ امين، وصباح الخير على استاذ مايكل، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. صباح الخير على حضرتك، دايما منورنا. صباح الفل يا باشا، ودايما عندك الاخبار الحلوه كده. الله يخليك يا فندم.
يعني بما ان حضرتك توقعت زراعه نسبه كبيره جدا من القمح، عايزين حضرتك تقول لنا بقى يعني الخطوات اللي تم التوصل ليها علشان يتم زراعه الكميه الكبيره دي او الفدادين الكبيره دي من الاقماح. الحقيقه البدايه طبعا لازم تبدا من عند فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهاته المستمره للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاساسيه، او على الاقل تقليل الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك. البدايه كانت من سنوات كل سنه احنا بنزيد في مساحه زراعه القمح، حتى العام اللي هو المنقضي كانت مساحه القمح وصلت ل 3,650,000 فدان لاول مره في تاريخ مصر. الرقم ده رقم كبير جدا لما نعرف ان المساحه الزراعيه كلها بتاع مصر حوالي 10 مليون فدان، يعني يمكن يعتبر ثلث المساحه كانت مزروعه قمح، وده كان له اسباب ما جاتش كده وخلاص. الحكومه المصريه بتوجيهات فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استجابت لطلباتنا بانها تضع سعر ضمان لشراء القمح قبل الزراعه بفتره كافيه، وده السنه اللي فاتت حصل فعليا على الارض، وضعوا سعر 1000 جنيه للارداف. وبرده بتوجيهات فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعه زادت الاسعار من 1000 جنيه ل 1250 ثم 1500 جنيه كاعلى سعر لدب القمح اللي هو 160 كيلو في تاريخ زراعته حتى الان. ولذلك كان في تشجيع كبير للمزارعين زرعوا المساحه دي كلها. بالاضافه كمان التوسع الافقي ده مش بس كده، ده احنا في توسع اسمه توسع راسي بزياده الانتاجيه، وده كان وجع على عاتق يعني علماء مصر في مركز البحوث الزراعيه، وانا طبعا بشكرهم على الهواء، لاستنباط اكثر من 22 صنف من اجود انواع الاصناف بتاع القمح في العالم، نتيجتها عاليه جدا، وصلت الانتاجيه في بعض الاحيان ل 34 ارداف. يعني احنا كان متوسط عندنا السنه دي الانتاج حوالي 20 ارداف، فكانت يعني انتاجيه عاليه جدا. النهارده بنتكلم على الموسم اللي نتوقع ان شاء الله توصل ل 4 مليون فدان. ليه؟ لان احنا كنا 3,650,000 فدان. يعني احنا عايزين حوالي 650,000 فدان للوصول للرقم ده. في جهود جباره بتبذل دلوقتي من وزاره الزراعه وعلى راسها طبعا السيد الرئيس السيد الوزير سيد القصير، يعني في توجيهات مستمره وارشاد مستمر. هنزرع على المساحه كلها ان شاء الله السنه دي 100% بتقاوي معتمده. انا بقول تقاوي معتمده لان بعض المزارعين كانوا بيزرعوا بتقاوي كسر، كانت الانتاجيه بتبقى قليله. صحيح. الدولة المصرية دلوقتي كلها على قلب رجل واحد بتهدف للوصول لتقليل الفجوة بقدر الإمكان ما بين الإنتاج والاستهلاك في القمح هذا الموسم بالذات، يعني موسم 24 إن شاء الله هيبقى موسم القمح. صحيح. حاج حسين، عايز أسأل حضرتك وأنا بتكلم عن الذهب الأصفر، وعايز أعرف أشكال اهتمام الدولة الحكومة الممثلة في فخامة الرئيس وجميع الأجهزة المعنية فيما يخص وزارة الزراعة في تشجيع المزارعين على زراعة القمح، وأيضا فكرة كمان احنا بنشوف دلوقتي حالة غريبة ان يبقى أغلبية المزارعين كمان يعني بيتجهوا إلى توريد الأقماح للجهات الحكومية. تعليق حضرتك. يا سيدي، دي طبعا الأول جهد بتبذله الحكومة هو الإرشاد والتوعية. يعني احنا طبعا في إرشاد مستمر وتوعية بمواعيد الزراعة المثلى. يعني احنا أصل زراعة القمح ده بيبقى في آخر شهر نوفمبر وأول شهر ديسمبر، فيبقى في كل محافظة لها ميعاد معين. الزراعة في الميعاد المظبوط بيدي إنتاجية أعلى. صحيح. التبكير أو التأخير عن ميعاد الزراعة الإنتاجية بتقل. ده رقم واحد. رقم اتنين، في خريطة صنفية بتوزعها وزارة الزراعة كل محافظه ليها اصناف معينه في زراعه، لان لو صنف اصيب بالصدع في محافظه ما ينفعش نزرعه في نفس المحافظه في العام الثاني، وبالتالي احنا بننقله في محافظه اخرى بحيث لا يصاب بالصدع. رقم ثلاثه، الاصناف الكثيره اللي عملتها وزاره الزراعه اللي هي اكثر من 22 صنف انتاجيه عاليه جدا، مقاومه للامراض، تتحمل التغيرات المناخيه، فيها اقماح ممكن تزرع كمان على شاطئ البحار تتحمل الملوحه. الحاجات دي كمان لها فايده اخرى. يعني احنا لما بنزرع اصناف كتيره لو اصيب صنف او اثنين او خمس اصناف حتى
بمرض الصدى، احنا المحصول بتاعنا ما يتأثرش، لان احنا بنزرع كميات كبيره جدا بنعتمد عليه اعتماد كبير للغايه. احنا بننتج حوالي 10 مليون طن، على رغم الخبز بتاعنا بيحتاج 10 مليون طن، فاحنا بننتج يعتبر ما يكفي لصناعه رغيف الخبز، لكن طبعا القطاع الخاص بياخد منه نسبه كبيره، فبتضطر الحكومه تستورد كميه اخرى لتعويض الكميه دي عشان صناعه رغيف الخبز المدعم. انا بتكلم على دوله بتدعم رغيف الخبز حتى الان، القمح ده هو رغيف الخبز. صحيح. فكل مصر بتهتم بزراعه القمح، القمح الزرعه يمكن الوحيده في مصر اللي بتزرع في جميع انحاء الجمهوريه، واكبر مساحه على الاطلاق بتزرع من القمح. الحكومه مش بس كده، كمان الحكومه بتعمل جهود كبيره في توفير الات زراعيه متطوره بتهجرها ساعات للفلاحين في موضوع الزراعه، الحرث او التجهيز قبل الزراعه والحاجات دي. الحكومه كمان عملت سعر ضمان زي ما قلت لحضرتك قبل الزراعه، وده تشجيع للفلاحين. الحكومه بتعمل يعني ندوات، بتشرك الفلاحين في الندوات بتاعتها والمؤتمرات، بحيث برضه يعرفوا ايه اخر اخبار القمح. في حقول ارشاديه كمان بالقرب من المزارعين، المزارعين ممكن يشوفوا الاصناف اللي هيزرعوها، لان الفلاح ما بيزرعش صنف غير لما بيشوفه على الطبيعه. صحيح. شوف الصنف ده قدامه جايب كميه يعني انتاج كبيره فبيزرعه ثاني سنه. فاحنا في صدد دلوقتي جهود كبيره جدا، تكاتف كل اجهزه الدوله والحكومه، ان احنا ان شاء الله في القريب العاجل ممكن كمان يعني نوصل للاكتفاء الذاتي. لكن في نقطه حساسه جدا في الاكتفاء الذاتي، لان احنا بنستهلك حوالي 20 مليون طن، احنا بننتج منهم 10 مليون، يعني احنا بنستورد 10 مليون. الاكتفاء الذاتي مش هيحصل بالطريقه دي وعلى المدى القصير الا لو المواطن نفسه تكاتف مع الدوله ورشدنا استهلاك الخبز في صور متعدده، سواء خبز او مكرونه او اي منتجات من منتجات القمح. صحيح. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا حاج حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. اعزائي المشاهدين دلوقتي نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا.